استاذ ابراهيم من بني سويف. ايوه يا باشمهندس، السلام عليكم. سلام وكانت حضرتك ابراهيم. لا يا باشمهندس، اتفضل. تفضلك الله. لو سمحت يا باشمهندس. الو، معاك وطي التلفزيون وانا سامعك، اتفضل. ماشي يا باشمهندس، عندنا مشكله كبيره واتكلمت فيها قبل كده، بس نتكلم فيها تاني وثالث لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يسهل يعني. يا رب يا رب. دفعتكم معانا بس، طبعا احنا عندنا اراضينا الصينيه اللي سيادتك عارفها متجمل النيل، البحر اليوسفي، هي غرب البحر اليوسفي واقع بين البحر وبين الجبل، فطبعا بالتالي الجبل اعلى منها، ارتفاع الجبل، وعندنا محطات رفع بترفع في الجبل وتضخ عشان الجبل يزرع. الجبل نزف الارض دي قتلها. اشتكينا وزاره الري بعتت مركز البحوث عمل دراسه شامله، ناس يشكر وقالوا لابد من قاطع بين العالي وبين الواطي. كلام حلو خالص. فين التنفيذ؟ الله اعلم. يا جماعه بتقول الله يرضى، اكثر من 1000 فدان، لو سعادتك شايفني ببالغ ابعت كاميرا تصور. كمل انا سامعك. الارض دي عملت كل مليون ونص فدان، طب الحق الارض الاصليه هتكتل. هي الارض دي اللي هي بجوار البحر اليوسفي؟ غرب البحر اليوسفي. غرب يعني بينها وبين البحر اليوسفي 300 400 500 متر بالكتير. ايوه. وعلى كده بنسجم ميه معين كمان، يعني مواسير جوفيه. ليه؟ المجاري جوت برضه بعض. طيب انت بتقول ان انت عندك فيها ليها ظهير صحراوي، فالظهير ده أيوة. بيعمل عمليه تصحر، يعني انتقال التربه الرمليه على التربه الطينيه. لا لا يا باشا، لا مش كده. الميه حاصل نزيز، حاصل نزيز الارض من الارض الرمليه، معروفه انها بتنزل. يعني زي الغربان مثلا كده بالمعنى الفلاح. ايوه. بتنزل في الارض الطينيه، الارض الطينيه المفروض يكون في قاطع مطره بين العالي وبين الواطي، زي ما قال مركز البحوث. وزاره الري قالت خلاص هنعمل مطره، ما فيش حد سال فينا. انت عايز قاطع عازل علشان يفصل ما بين الارض الطينيه وما بين ايه؟ وبين الارض الرمله. طب ما ده اللي انا قلت لك عليه، ما هو بتنتقل التربه الرمله للارض الطينيه في الاول. ما انا قلت لك كده. الميه بتنضح من فوق لتحت. طيب. خربت الاراضي الطينيه الاصليه. حاضر. ولما جه مركز البحوث عمل الدراسه دي، قال مين عمل الدراسه وقال نفس الكلام ده. مين المفروض مين المفروض ينفذ الدراسه دي؟ الدراسه وزاره الري. ده دي هتحتاج ان يتعمل العازل ده، هيبقى مسافه قد ايه؟ ده كبير، ده اكبر، بقول لك اكثر من 1000 فدان يا سعاده الباشا. ايوه، انت عايز تحوط الخمسه فدان دول بعازل عشان تحميه. مش خمسه فدان، ده اكثر من 1000 فدان. يعني انت عايز تمشي مع ال 1000 فدان دول بعازل بالمطرب يحمي الارض دي من الارض دي. ويوفر ميه كتير يا جو، لان الارض قتلت الارض. طبعا الارض قتلتها، تنزل على البحر الميه دي زي ما قالوا برضه. دي هتابعها مع وكيل وزارة الري النهارده وهرد عليك فيها، علشان يهمنا جدا ان احنا نشوفها. حاضر. وكيل وزارة الري عنده نسخة من الدراسة. حلو، ما ده يساعدني علشان الاقي عنده رد عشان يقول لي ايه السبب. وعلى فكرة بعتوا لنا وكيل وزارة الري، وكيل الوزير من مصر، لو شاف الوضع هنا برضه. تمام. قال فين الدراسة؟ قلنا له عند سيادتك هناك في مصر وفي دراسة بني سويف. ايوه. قال حاضر هنشوفها، هننفذ ان شاء الله. بشكرك يا حاج. بشكرك يا حاج ابراهيم. معانا مين يا جماعه؟